لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. أكتب إليك لأشجعك، فلا تخشى الأمراض حتى ولو تسببت في إيلامنا طول العمر. بما أن الرب حاضر أبدا فلماذا القلق؟ لأنه به نحيا ونتحرك، نحن محمولون على ذراعيه، نتنفس الله، نلبس الله، نساهم الله في القدسات. حيثما تحولت، حيثما تطلعت، تجد الرب، فإنه مقيم في كل مكان، في السماوات، على الأرض، في الأعماق، في الأشياء، داخل الصخور، في ذهنك وقلبك. أفلا يستطيع أن يرى أنك تتألم وأنك تعبر بالبلايا؟ أطلعه على ما يصيبك من ضيم، فتجد العزاء والبرأة الذي سوف يطال لا جسدك وحسب، بل أهواء نفسك بالأكثر. من كتاب سيرة ورسائل الشيخ القديس يوسف الهلوئي، نقله للعربية قدس الأرشمندريت طوما بيطار، مدبر عائلة الثالوث القدوس ورئيس دير القديس سلوان الأثوسي دوما لبنان.